لبيك اللهم لبيك لبيك. اشتاق للحجاج والحجيات ونشتاق لهم كلهم، ونتمنى يجوا الحجاج. كان الحج هذا شيء عظيم بالنسبة لنا، مشتاقين لهم كثير. وحتى اللي ما جو الناس يكلمونا ويرسلوا، بس ايش نسوي، هذه الكورونا كمان جات عطلت الدنيا. 60 عاما وسعدية تعمل كمطوفة للحجاج، تلتمس حاجاتهم قبل وصولهم، تترقب نظراتهم لتعرف ما يريدون قبل أن يتحدثون. وإحنا يعني خدمنا الطوافة والحجاج، ويعني كان شغلنا هذا كل شغلنا في الطوافة. إحنا النساء كان دورنا إنه يجوا الحجاج، النساء نستقبلهم، إحنا النساء في البيوت، يعني والدتي كانت، أهلي يعني الحريم. بالنسبة للرجال الحجاج خلاص يعني يسكنوهم، كل أهل مكة لهم شرف. وإحنا طبعاً كمطوفين ومطوفات إحنا لهم شرف عظيم في خدمة الحجاج واستقبالهم. منذ نعومة أظفارها تعلمت سعدية عدداً من لغات ضيوف الرحمن، لتكون بعد ذلك علاقات امتدت معهم لما بعد فريضة الحج. إحنا هنود، نتكلم الهندي الأردو والبنغالي، إحنا نتكلم ونكلم الحجاج ونتفاهم معهم بلغتهم. كان هذا شيء يريح، ارتاح الحاج من يوم يجي يلاقي أنت بتتكلم بلغته ارتاح فيها. حجاجنا في لندن، بعد حجاجنا في أمريكا، يعني يكونوا هناك في لهم عنوان عندنا، في لنا حجاج في بلجيكا، حتى رحنا زرناهم. والله العظيم رحنا بلجيكا وهولندا وفرنسا، 3 دول كلها. وهناك لما رحنا اللي كان عندنا هو استقبلنا وبعدنا في بيته ومشانا على المناطق كلها. يوسف الحميد، مكة المكرمة.